نروح دلوقتي مع نجمنا إيهاب الجنيدي. إيهاب، وأنا بتكلم في الانترو كان طبعا سون طبعا لاعب توتنهام، لاعب كوريا الجنوبية، كان بيتكلم وقال جملتين مهمين جدا. يعني بالرغم العرض الكبير اللي اتقدم له من أحد الأندية السعودية، وقال لا، أنا بالنسبة لي طبعا هي الفلوس مهمة، ولكن أنا بالنسبة لي كان البريمير ليج هو الحلم، وما زلت عند يعني تحقيق هذا الحلم اللي أنا موجود فيه من خلال 5 أو 6 مواسم مع توتنهام. شايف الجزئية دي إزاي؟ شايف الانتقالات اللعيبة الكبيرة على مستوى رونالدو، على مستوى دلوقتي كمان ساديو مانيه مع النادي الأهلي السعودي، ونجوم من الصف الأول للدوري السعودي، شايف الملف ده إزاي؟ طيب يا كابتن، بس ليا تعليق على اللاعبين الحركة اللي عرضته في الأول قبل ما نرد على الدوري السعودي. أنا يعني مش عارف القائمين على الكرة المصرية العيون فين بتاعت الناس دي إنها تشوف لعيبة زي دي. يعني إحنا عندنا مشكلة في رأس الحربة الصريح في كل المنتخبات، ما فيش منتخب عندنا إلا فيه مشكلة. حتى المنتخب الأولمبي قابلنا إن فيه مشكلة، وحتى من ضمن المطروح حاليا للأولمبيات إن إحنا نضم مصطفى محمد، يبقى احد العناصر من الثلاثة اللي فوق السن اللي يتم ضمهم لعدم وجود. خلي بالك برضو النقطه دي، خلي بالك بعض الانديه، يمكن محمد صلاح كمان، طبعا محمد صلاح يعني روي فيتوريا او ميكالي قال لي ان لازم يكون موجود او عنصر مهم جدا، ولكن عندك مشكله مع النادي ان الاولمبياد مش من الاجندات الدوليه طبعا اللي بيستدعي فيها اللاعبين، وبالتالي ممكن يكون عندك تصادم. فلو انت عندك جزء زي ما بتتكلم واحد ممكن تهتم بيه يكون موجود معاك في الاولمبياد، بالظبط شيء جاي. لعيبه صغير لما يبقى عندي في احتياطي موجود يقدر يشيلني في المركز ده، في كذا لعيب متميز زي ما شفنا واتكلمنا من فتره هنا على مظهر عبد الرحمن موجود وكان هداف دوري ابطال اوروبا للشباب، لعيب مصري وموجود ما استفدتش فيه. النهارده حاليا بلال مظهر طبعا بلال مظهر سوري، النهارده كمان بنتكلم على ده احد اللعيبه اللي بيتكلموا عنها في ليفربول ايكو، الصحيفه التابعه للنادي بشكل مستمر، انه احد العناصر الواعده جدا مميز كمان في فريق الشباب في النادي، وراجل اصوله مصريه وممكن استغله واجيبه، ليه ما استفدتش بلاعب زي ده عندي. الفكره والحقيقه محمد صلاح كمان يعني ان شاء الله يكون ليه دور في دوت، ان هو كمان يزق المسؤولين في مصر ان هو الولد ده يتشاف، لكن مش هنعتمد على محمد صلاح لازم حتى في الجزئيه ديت. يعني حضرتك طبعا اكثر خبره مننا كتير في الكلام ده، وفي كل دول العالم في اداره الكشافين، الاتحاد الالماني في اداره كشافين وماسكها مدير فني محترف، الاتحاد الانجليزي، كل دوله في العالم فيها اداره ما يعرف باداره الكشافين، شغلته انه يشوف اللعيبه بتوع البلد دي. هي الفكره الناس فاكره ان اداره او السكاوتنج دي مختصره بس على الانديه، ولكن الحقيقه موجوده في الاتحادات الكبيره في العالم كله. اكبر سكاوت موجود في اوروبا هو السكاوت بالنسبه التابع للاتحاد الالماني، سكاوت بالزبط كبير جدا بيغطي المانيا كلها، والاهتمام الاكبر ان احنا ان هم ما يجيبوش بقى لعيبه، لا بيهتموا لو في لعيب الماني صغير بره او حاجه بيهتموا، لكن هي جزئيه كمان اكتشاف اللاعبين الموجودين داخل المانيا. المهم ده ملف مهم جدا ان شاء الله، يعني الناس نرجو القائمين يبصوا ويشتغلوا عليه كويس جدا الفتره الجايه قبل الاولمبياد. احنا لسه قدامنا سنه على الاولمبياد ممكن نشتغل. والراجل ميكالي نفسه يعني كان واضح وصريح، قالوا له تضم لعيبه، قال طبعا هضم لعيبه، مش هضم المجموعه بس اللي خط بيها بطوله افريقيا، قال لا انا لسه قدامي سنه، اي لعيب هيبرز واي اسم هنشوفه بره هضمه. فيتوريا يعني صار على نفس النهج وقال ان انا في 4-5 عناصر في المنتخب الاولمبي هيبقوا معايا الفتره الجايه، ده بيدي دافع وتحفيز كبير للعيبه دي. صحيح. وانا شايف ان احنا عندنا حاليا يا كابتن في الكره المصريه 3-4 أسماء من التدريب مدارس مختلفه مميزين جدا. يعني شايف ان ميكالي مدرب متميز جدا واخد طبعا الذهبيه الاولمبيات مع منتخب البرازيل، فيتوريا من اشهر مدربي البرتغال ومدرب ليه اسم كبير، مستر كولر مدرب الحقيقه ابهرنا بافكاره وبرؤيته وتعامله مع اللاعبين، نفس الكلام انا بعتبر باتشيكو مدرس كويس، حتى اسوريو الكولومبي والنتائج اظهر انه برضه عنده فكر تدريبي بغض النظر عناصر خدماه ولا لا اللي تحت ايده، انما احنا عندنا كام مدرب لازم نستفاد منهم في تطوير الكره المصريه في الفتره دي، ونستفاد من الاسماء دي ان احنا نحط بلان زي ما حضرتك بتنادي من فتره طويله، نحط بلان كده طويل الامد ونستفيد منه، ونستفيد من اللعيبه بتاعتنا اللي موجوده في كل حته في العالم. ده مهم جدا.